بحضور بعض الأصدقاء المقربين جداً احتفل الفنان اللبناني جورج الراسي بعيد ميلاده 40، فقطع قالب الجاتو بفريا بأجواء شتوية بامتياز وسط الثلوج البيضة اللي تمنى أنه سنته الجديدة تحمل لونه. بهالأجواء الحميمة احتفل جورج بهالمناسبة، وأغاني أغاني رافقته بشكل حصري، فالتقى الزميل آلان صالح وبلش بينهم اللقاء بهالطريقة. جورج الراسي، نحن موجودين معك اليوم بمناسبة مميزة بالنسبة لك، خبرني شوي عنا. أول شيء مونسوار لكم وثانكيو لأنه جيتوا، واليوم المناسبة هي عيد ميلادي وأنا مبسوط بعيد اليوم إنه أصحابي معي وأنتوا معي وبس هيك، يعني إنه شعور حلو. يعني أنا أصلاً بحب إنه أصحابي المقربين كثير لإلي هن يكونوا معي، مش مهم الكمية ويكونوا أشخاص كتار، مع إنه كثير بحب العالم يعني وبحب إنه يكون موجود مع كم كبير من العالم، بس إنه بهيدي المناسبة تحديداً بحب إنه يكونوا هيك سلكتد، يعني يكونوا أشخاص اللي بيعنوا لي واللي بحبهم إنه عيد أنا وياهم. بالنسبة للبعض يوم ميلادهم بمر مثل أي يوم آخر، أما جورج فهالنهار مميز جداً بالنسبة له، لكنه بنفس الوقت بيشوف أنه العمر هو مجرد رقم. بتصور أنه وصلتني أحلى هدية هو ابن جو، وأنا بهدية كل عمري، وما بيعني لي ولا هدية بالحياة إلا بس الأشخاص الصادقين والمحبين واللي هني عن جد بحبوني وبخافوا على جورج وبحبوا جورج يكونوا موجودين حدي، خاصة عيدي صار 40. ما عندك مشكلة بالأرقام يعني؟ هيدي أرام. لا لا بالعكس، ما عندي مشكل، أنا حدا بحب الحياة والحياة بتحبني، والعمر رقم بالنسبة لي ومبسوط إنه الأشخاص اللي بحبهم هنا موجودين اليوم معي. جورج بهالأربعين سنة مر بتجارب كتيرة، منها كان إيجابي ومنها اللي علمه الكتير. ما في شيء عملته بحياتي ندمت عليه، بالعكس كل شيء عملته بحياتي خليني أتقدم وأتطور وأتعلم منه. الإنسان اللي ما بيتعلم من أغلاطه هو ما بيوصل، وبعتبر حالي إنه أنا بعدي بالمجال الفني، إنه نسبة للفنانين الكبار اللي سبقوني أنا بعدني ولا شيء، وبتمنى على الفنانين اللي عم ببلشوا حياتهم الفنية اليوم، أنا بتمنى لهم كل الخير والتوفيق، وبالعكس أنا بقول لهم إنه بحط إيدي على إيدهم، بقول لهم إنه نحن اليوم فنانين عم نقدم لأجيال لقدام، بليز نقوا الأغاني الصح لحتى تعيش وتستمر، لحتى نورد شيء حلو لأولادنا وأولاد أولادنا، لأنه نحن بالآخر رسالة. كتار بعيد ميلادهم بيحصروا أمنياتهم بنفسهم، أما جورج فأمنية عيد ميلاده كانت بتتعلق بابنه الوحيد جو. أنا بتمنى بعيد ميلاد اليوم أنه أول شيء جو يكون بصحة منيحة ويكون شاب بالمجتمع له شأن ويقدم شيء حلو بالمجتمع، ويكون بعيد عن الفن أكيد. بتمنى أشوفه شاب مثل كل بتمنى لألك. لألي ما بتمنى، بتمنى بس لألي إني أفرح فيه وشوفه بي مثل ما أنا اليوم بي. على الصعيد الفني جورج خبرنا عن نشاطاته المقبلة وتحضيراته الجديدة. يعني بتصور بعد أسبوعين من هلأ ماكسيموم لازم تكون غنية مع فيديو كليب صورتها بلبنان مع مخرج لبناني جاي من ألمانيا، عايش بألمانيا إذا بدك فيك تقول ألماني، صورناها بلبنان وفرجينا لبنان بأحلى صورة بالعالم، ما حدا حضر الكليب وصدق إنه هيدا بلبنان. فالغنية مع الكليب رح يكونوا قريبا وإن شاء الله ما أتأخر عليكم حسب الظروف، اسمها خليها في بالك. مع هالسؤال أنهينا لقائنا بجورج، واتمنينا له سنة سعيدة مليئة بالمحطات الناجحة على كافة الأصعدة الشخصية المهنية والعائلية.